وأخيرا إلى أفغانستان والعاصمة الأفغانية كابول، حيث أقيمت مسابقة عدو وركوب درجات للنساء بعد ظهر يوم الخميس في حدث نادر في هذا المجتمع المغلق. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي. مع صوت الصافرة انطلقت 20 فتاة، كما تحركت أكثر من 30 ممن يركبن الدراجات من خط البداية في وضع الفوضى. ومن الواضح أن ركوب الدراجات تعد فعاليات غير معروفة بالنسبة إلى غالبية الأفغانيات باستثناء عدد قليل من اللاعبات المحترفات، مما يجعل هذه المسابقة مثيرة للإعجاب. شاركنا في المسابقات من أجل تشجيع الناس على المزيد من الممارسات الرياضية بعيدا عن المأساة التي تسببها المخدرات. في الواقع يعد هذا الأسبوع أول حملة المخدرات في أفغانستان، وكانت مسابقات النساء أهم جزء منه. أما إنشاء أسبوع خاص لمكافحة المخدرات فيدل على خطورة وضع المخدرات في أفغانستان. ووفقا للتقارير فإن أفغانستان أنتجت العام الماضي نحو 75% من المخدرات في العالم كله، كما تشير التقديرات الحكومية إلى وجود ما بين 1.9 مليون إلى 2.4 مليون متعاطي مخدرات من البالغين الأفغانيين، وهو ما يعادل 12.6% من السكان البالغين، أي أكثر من ضعف المعدل العالمي. بواسطة الشباب وريادتنا نعمل في إرسال رسالة لجميع الشباب بأن المخدرات هي خطيرة وعامل مميت في مجتمعنا.